لطالما اعتبر التنقل بالدراجات الهوائية شيئاً محبباً لصحة الأشخاص ولياقتهم وخفض التلوث في الهواء. موظفو وطلبة جامعة الموصل يلتحقون بظاهرة استخدام الدراجات الهوائية في التنقل داخل وخارج الحرم الجامعي. تواصلنا مع الكليات فأصبح البريد الجامعة يقوم به المعتمدون على دراجات هوائية، ثم شجعنا الطلبة بشكل كبير جدا من ناحية دخول الدراجة إلى داخل الحرم الجامعي، وإيجاد إن شاء الله قريبا مرافق خاصة، ساحات خاصة لوقوف هذه الدراجات. أيضا قامت الجامعة الكليات بالإسهام في شراء بعض الدراجات الهوائية. الآن عدد كبير من طلبة الجامعة يستخدموها من الجنسين الذكور والأناث، ونشجع بشكل كبير هذه الثقافة. هذا بالحقيقة راح ينعكس إلى قلة عدد السيارات اللي تدخل الجامعة، قلة استخدام الوقود، وبالمحصلة راح يكون أيضا له فائدة على المناخ، على المجتمع، وعلى الجميع بشكل عام. فنتمنى أنه يكون يعني زيادة بتسهيلات دخول الدراجات. استخدام الدراجات الهوائية هي مبادرة تسعى جامعة الموصل إلى تكريس ثقافة استخدام وسائل نقل نظيفة وصديقة للبيئة من خلال الموافقات والتسهيلات التي تقدمها لمستخدمي الدراجات الهوائية من الطلبة والموظفين. قامت كلية الصيدلة بتوفير عجلات هوائية للطلبة والأساتذة، وذلك بعد استخدام كثير من الطلبة والأساتذة الدراجات الهوائية بالتنقل من منازلهم إلى محل عملهم، سواء كان في الكليات أو مراكز الجامعة. وهذا المبادرة تأتي لتطبيقا لتوجه الوزارة بتنمية فعاليات التنمية المستدامة وتحقيق الهدف الثالث من التنمية المستدامة، وهي الصحة الجيدة والرفاه للكادر التدريسي والطلبة. حقيقة بادرت كلية الصيدلة مباشرة بشراء مجموعة من الدراجات الهوائية بمواصفات جيدة طبعا، ومحاولة استخدامها في بعض الأمور حاليا داخل الحرم الجامعي للتنقل من كلية إلى أخرى، في بعض الأحيان لنقل البريد وإلى آخره. حقيقة مهمة جدا هذه الحركة، أولا دعما للصحة، حقيقة نحن نحتاج إلى الرياضة البسيطة بين فترة وأخرى، بالإضافة إلى التوجيه باستخدام الطاقة النظيفة والابتعاد عن التلوث البيئي وغيرها من الأمور الأخرى. استخدام الدراجات الهوائية أولا يقي من مخاطر التلوث الهوائي، ثانيا يعتبر رياضة للجسم، وثالثا يعتبر توازن ما بين الكادر التدريسي والوظيفي والطلبة، يعني يدعو إلى المساواة. في عالم يسعى دوما للسرعة والكفاءة، تظهر الدراجة الهوائية كحلول جذابة لتوفير الوقت والمال في تنقلاتنا اليومية. فمن خلال اختيارنا الدراجة كوسيلة للنقل، الدراجة الهوائية ليست مجرد وسيلة نقل، بل هي رمز للاستدامة. لبرنامج صباح الخير يا عراق، إماد الأمين، الموصل.